سنتين بقى بعد ما سقطني اللي هو عارفه في صراع، لا لازم اتطلق. سنتين اشتيهم معاه كزوجه لي، بس فكره الطلاق مسيطره عليه جدا. وحصل حمل بعدها بس ما كملش يعني. وبعدها بعد كده ما عرفش احمل تاني وتزوجت بعديه. قعدت فتره كبيره جدا 11 سنه، وبنروح لدكاتره وبنعمل سونار اسمه مجهري، وربنا ما اردش يعني. اتجوزت من الوسط الفني؟ لا 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 لا، معيد في الجامعه. طب ليه؟ وانت ما اتجوزتيش حلم بكر؟ يا بنت يا استاذه، احنا حلمي الاستاذ حلمي بكر يا حبيبتي. انا لما كان هو مسافر تونس كان بيستلم جايزه او حاجه كده، فانا طلعت على الهوا لوحدي، عملت حلقتين لوحدي. فواحد دخل عمل مداخله تليفونيه، الو، هو انت طلقتي من حلم بكر عشان كده ما طلعش معاكي؟ ما بيطلعش معاكي؟ كنت انت بقى بتعملي برنامج. كنت بعمل برنامج انديه والنجوم. فبيقول لي وانت بتطلعي تعملي برنامج من غير حلم بكر، هو من غير الاستاذ حلمي، هو انت اتطلقته؟ قلت له واحنا كنا اتجوزنا، انا يوم ما هتجوز استاذ حلمي بكر ده شرف ليا وعلى راسي هقول، لكن احنا متزوجين زيجه فنيه. اتقولت بقى والسوشيال ميديا، اصل هي اعترفت، اصل هي قالت. اعترفت ايه؟ ده انا بقول زيجه فنيه يعني برنامج مع بعض، يعني انا وهو مش هنختلف. كنتوا عاملين كابل حلو قوي. بالظبط، كنا عاملين كابل، وهو يعني الحقيقه كان يعني معلي البرنامج جدا، مش هكذب عليكي يعني. زيجه فنيه بالمعنى ان هو ما بيطلعش مع حد غير معايا انا في الوقت ده. حقيقي. كويس؟ فقلت لهم هو ده معنى كلمه زيجه فنيه، انما انا ما اتجوزتوش طبعا. العيب بقى واللي زعلني ان الاستاذ حلمي بكر، وطبعا انا بكني له كل احترام، طبعا انا بعمله زي اخويا الكبير يعني، كنت مدلعه جدا، ابعتي له عربيه، ابعتي له مش عارفه ايه، ابعتي له ايه يعني، انا كنت كل ده، انا البرنامج انتاجي. كويس؟ فعايزه اقول لك ان انا كنت مدلعاه، وكنت بعامله معامله يعني اخويا الكبير بجد مش هزار. فلما يطلع بقى مع شهوب وتقول له انت ليه سبت برنامج هنديه والنجوم؟ فيقول لها اصل طلع اشاعه ان انا حب وغرام. حب وغرام ايه؟ انا قلت زيجه فنيه، والله ما غلطت. رحت برده سكري عالي، رحت طالعه عامله بس مباشر، يا استاذ حلمي انا مكسوفه لك، يا استاذ حلمي انا منتجه انتجت بقى لي سنه ونص ولا سنتين بعمل في البرنامج من انتاجي، وصرفت فلوس جدا كثيره جدا. هو بياخد اجر من حضرتك؟ لا، هو الاجر كان بياخده من القناه، لكن انا شاريه هوا. ماشي، شاريه هوا. طب واجره؟ هو القناه بقى ماليش دعوه. ولو هو شايفك دلوقتي تقولي له ايه؟ هقول له مش عارفه، بس انا طبعا بعزه جدا وبقدره جدا، وهو على راسي من فوق، ما اقدرش ان انا اغلط فيه طبعا، لان هو سنا وقامه وقيمه، ما اقدرش ان انا يعني انا لو حد اكبر مني بيوم بشيله فوق راسي، ما اقدرش ان انا وبعدين واكل معاه عيش وملح، وانا يعني بعرف يعني ايه عيش وملح يعني، فما اقدرش ان انا اغلط فيه يعني.